بيبدأ يومي مثلا ان انا بنزل من البيت، ببقى شايلة الطبلة، الناس تقعد تبصلي كده يعني بقى ايه ده شايلة الطبلة مش عارفة ايه، بحس ان انا شايلة جريمة يا جماعة ولا ايه يعني، دي طبلة. فلو ركبت مثلا مواصلات عادية مثلا زي واحد جاي، ايه ده دي طبلة؟ اه طبلة. طب وليه يعني تلعبي طبلة؟ ما تلعبي بيانو ولا تلعبي اي حاجة. فقلت له عشان انا بحبها. فكان بالصدفة معايا اختي يعني، وكانت معاها القانون بتاعها. فبيقول له الاستاذه اللي معاكي دي معاها ايه، بيانو ولا قانون ده ولا ايه؟ قلت له اه معاها قانون. راح قال لي يا لهوي، يعني الاب يعلم ويربي عشان في الاخر بنته تطلع بتاعت قانون وبتاعت طبله؟ يا فضحته. الطبله خلتني راجل، بس مش راجل في شكلي ولا راجل في صوتي، راجل في تصرفاتي، راجل وانا شايلاها على كتفي وراجعه الساعه 1:30 بالليل او الساعه 2 ماشيه زي الراجل، راجل وانا بتعامل مع زمايلي على اساس ان انا راجل، راجل وانا محترمه نفسي بيها وهي كمان محترماني جدا، عمرها ما حطيتني في اي وضع وحش. نفسي ادخل معهد موسيقى عربيه وما عرفتش ان انا ادخل معهد موسيقى عربيه، دخلت معهد الفنون الشعبيه باكاديميه الفنون. المعهد بتاعي ما بيطلعش عازف موسيقى، بيطلع باحث في الموسيقى الشعبيه. لعبه بقى الطبله بتبقى دايما مرتبطه برقاصه، بس في حاله ان مثلا الرقاصة دي بترقص في مكان زي مالها ليلي، انا ظروفي وحياتي ولم تربيت عليه ما يسمحش بده كبنت كمان، يعني انا اول مرة هستثني واقول كبنت. لكن انا ممكن اقف ورا رقاصة يوم ما الاقي الرقاصة اللي بتقدم فن الرقص زي تحية كاريوكا، زي سامية جمال، ممكن نقول زي دينا، ناس كتير من الفنانين القدام. لكن طالع الايام دي شويه ناس معلش انا شايفه ان هم يعني بيستخدموا الرقص لاي حاجه تانية غير الرقص.